وفقكم الله. يقول: جمع الجنائز، جنائز البلد في مسجد واحد، هل هو من فعل السلف وطريقتهم؟ لا، هذا لما أن الناس صار عندهم كسل ولا يتولون جنازتهم ولا يغسلونها، صاروا يروحون بأهل المغاسل، والمغاسل مخصصة في بعض المساجد، فهذا من باب الكسل. وإلا لو أن كل ميت يغسل في بيته وعند أهله لكان هذا، ويصلى عليه في المسجد القريب لكان هذا أحسن، يصلون عليه جيرانه وأهل المسجد الذي كان يصلي فيه، هذا أحسن. أما جمعها الجنائز في مسجد واحد هذا في حرج على الناس، وحصل بسببه إخلال بالأمن وسرقات، وحصل زحام، وحصل مضار من هذا الزحام وهذا الاجتماع في مساجد خاصة. نعم.